ينضم إلينا الآن من باريس استشاري أمراض الرئة والعناية المركزة الدكتور عبد المنعم حليل. دكتور عبد المنعم، أهلا بك معنا. إذا الدنمارك تبدأ بفتح المدارس، تفتح أبواب المدارس بعد شهر من الإغلاق. هلسنكي أيضا فنلندا تتجه إلى رفع الإغلاق عن عاصمتها، أو نتحدث عن فنلندا. وبالتالي يعني إلى أي مدى هنا الخيارين أفضل في ظل أن هناك دول أخرى ترفض يعني البدء بهذه الإجراءات وتمدد حالة الإغلاق، منها ألمانيا؟ طبعا، تحياتي لك سيدتي ولجميع المشاهدين. هذا قرار دولي شخصي من قبل الدنمارك وفنلندا، غير متوافق عليه في الاتحاد الأوروبي. وسمعنا اليوم الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن متابعة الإغلاق، وكذلك في ألمانيا التي جددت الإغلاق حتى 3 مايو، في فرنسا تم تجديد الإغلاق حتى 11 مايو. أعتقد أن هناك ظروف تتعلق بكل بلد، وهناك لجان علمية تتعلق بكل بلد يتم استشارتها لأخذ الرأي. فيما يخص فرنسا، أنا أعتقد أننا حاليا بدأنا بجني ثمار ما نسميه بالحجر الصحي وتوقيف المعامل وتوقيف المدارس، وبدأ المنحنى البياني لعدد الإصابات بالتسطح تقريبا. هناك طلب أقل للدخول إلى المشافي وطلب أقل للعناية المركزة، ويجب أن نحافظ على هذه الأمور بشكل جيد، وأن نتابع في إغلاق المراكز التعليمية ومتابعة التباعد والمحافظة على التباعد الاجتماعي. أنا برأيي هذا القرار في الدنمارك أو فنلندا هو قرار مبكر، ولكن لا نستطيع أن نتدخل في الشؤون الشخصية. هذه أمور تتعلق بالبلد، ولكن هذه الأمور كان باكرا إلا عليها. دعنا نأخذ أيضا دكتور عبد المنعم رأي آخر، تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا الآن أيضا من عمان استشاري الأمراض المعدية والويروسات الدكتور فارس البكري. دكتور فارس، أهلا بك. إذا هناك دول الآن تتجه شيئا فشيئا في رفع القيود المفروضة عليها، فتح المدارس مثل الدنمارك، أيضا فنلندا تتجه إلى ربما بشكل أو بآخر رفع القيود عن العاصمة هلسنكي، مقابل هناك دول مثل ألمانيا تمدد الإجراءات الاحترازية. وبالتالي أي الخيارين اليوم هو الأمثل في هذه الظروف دكتور فارس؟ والله هو صعب يعني التقرير، كل دولة أكيد لها وضعها الخاص، هي أدرى بنظامها الصحي وكم عدد الحالات التي تم فحصها وكيف ستكون قدرتهم للاستجابة لحدوث ما يسمى ارتفاع الحالات أو السيرج. فلكن أعتقد على مستوى المدارس والجامعات من المبكر البدء بفتحها، لكن هي تعود للدول وقدرتها. وأيضا هناك آراء متباينة من ناحية إعطاء المجتمع بعض المناعة، الطرف الآخر يقول أنه هناك تجنيب المجتمع هذه الأمراض وهذه الحالات الشديدة، لكن أعتقد هو يعتمد على قوة النظام الصحي وعدد الحالات التي تم فحصها وهذه الاعتبارات. طب دكتور عبد المنعم، دعنا أعود إليك مجددا. كانت هناك يعني تصريحات من قبل منظمة الصحة العالمية، ربما هي تصريحات مقلقة بعض الشيء، تقول بأن ربما الفيروس سيستمر في الانتشار بشكل بآخر، بأن اللقاح ضد هذا الفيروس قد يستغرق إلى إيجاد هذا اللقاح تقريبا عام. اليوم أيضا تم الحديث بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتنظيم مؤتمر لتطوير لقاح لفيروس كورونا بداية مايو المقبل. كل هذه ربما الجهود، هل فعلا يمكن أن تسفر عن لقاح ضد الفيروس يعني أقل من عام قد يستغرق هذا الوقت؟ طبعا الجهود مستمرة من أجل البحث عن اللقاح. للمعلومات، البحث عن لقاح قد يحتاج لأكثر من سنة في الأحوال الطبيعية، ولكن نحن حاليا في جائحة في تصيب العالم بأجمعه، لذلك هناك اختصار لمراحل الزمن من أجل الوصول إلى هذا اللقاح. تحدثنا البارحة أن الصين تقوم بالمرحلة الثانية من تجريب اللقاح على متطوعين من 500 شخص. أمريكا قامت بهذه التجربة في المرحلة الأولى بالتجريب على المتطوعين في 21 مارس. من أجل التوصل إلى اللقاح يحتاج إلى 6 مراحل كاملة، تبدأ بالتعرف على الفيروس وحتى اختبارات الجودة والنوعية وطرح اللقاح بالأسواق.
اقل المده المتاحه من اجل اكتشاف اللقاح هي بين 6 أشهر الى 18 شهر، واذا اخذنا بعين الاعتبار ان الصين في شنغهاي قد بداوا بالتجارب في شهر واحد، فيمكن ان تكون لدينا بارقه امل في الوصول الى هذا اللقاح في شهر 7 او شهر 8، ولكن هذا سيكون لقاحا للمنطقة الصينية، لأن هناك صفات خاصة قد تكون للفيروس، هناك سلالات A B C للفيروس، وحتى عندما يتم تصنيعه لن يتم تصنيعه بملايين ومليارات اللقاحات لكل العالم، سيكون للمنطقة التي تمت فيها الأبحاث. لذلك نشاهد هناك أبحاث أكثر من 45 مختبر للأدوية في الصين وفي أوروبا وفي أمريكا يعملون جاهدين من أجل الوصول إلى هذا اللقاح. طيب دكتور فارس، عندما نتحدث عن لقاح ضد فيروس كورونا، هذا يقودني للتساؤل، هل يجب أن نعرف مصدر هذا الفيروس وهذا الجدل المستمر، إن كان مصدر هذا الفيروس ربما من إحدى المختبرات أو أنه ربما فيروس تحور بشكل أو بآخر بشكل طبيعي؟ وهنا يعني أتطرق إلى موضوع هذا التقرير من قبل الولايات المتحدة، سفارة الولايات المتحدة في بكين، التي كانت تتحدث بأن هناك بعض التجارب وكان لديها بعض التشكيك وفي موضوع المعايير السلامة في إحدى المختبرات في ووهان. نعم، هو موضوع أول الفيروس موجود ويجاري العمل عليه لعمل مطعوم له، فالفيروس الذي يدور في العالم وينتشر موجود في المختبرات وتم دراسته ويجري العمل على عمل مطعوم له. أما فيما يخص الأخبار الواردة عن مختبر وتسرب هذا الفيروس من مختبر، هناك دراسات جيدة وممتازة توصلت إلى أن هذا الفيروس غير مصنع، يعني تم النظر في هذا كثيرا، وهذا الفيروس غير مصنع لأسباب. أول شيء هو من الفيروسات النادرة، لو أردت أن تعملي مثلا فيروس تصنعيه وتنشريه ستختاري مثلا فيروس معروف والجينات تبعته معروفة ويسهل انتقاله، أما هذا الفيروس فهو تقرب يعني كما ثبت ذلك هو أصله من خفاش، وهذا الفيروس غير ما يعني غير معروف ومدروس. لماذا تستخدمين في الحروب البيولوجية فيروس غير معروف أو دراسات عليه قليلة جدا؟ حتى طريقة انتقاله هي طريقة جديدة جدا، حتى طريقة دخوله للخلايا طريقة جديدة جدا، وغير حتى متنبأ فيها في يعني واسطة برامج الكمبيوتر. فهذا قضية أن الفيروس مصنع أظن هي قضية لم تعد واردة الآن، هي بعدين الخبر أظن تم يعني تصحيحه اليوم صباحا أن هناك تفاصيل أخرى لا نعرف ماذا حدث فيه. يقولون أن هناك مراسلات أنه تم إعلام السلطات الصينية أن الإجراءات السلامة غير كافية في هذا المختبر، لكن لا نعرف إذا هذا أدى إلى ظهور الفيروس، يعني هذه معلومة، لكن ظهور الفيروس معلومة أخرى. طيب دكتور عبد المنعم، ما رأيك في ما طرحه الآن دكتور فارس؟ هل يجب أن يستمر هذا الجدل عن مصدر هذا الفيروس، إن كان ربما تم تسريبه من إحدى المختبرات كما جاء في هذا التقرير، أو أنه ربما فيروس تحور بشكل طبيعي وبات على ما هو عليه اليوم؟ طبعا يجب أن نوقف النقاش في هذا الموضوع، موضوع تصنيع الفيروس. لقد تبين لنا أن هذا الفيروس هو فيروس متجدد، صحيح أنه يتبع لأسرة الفيروسات الكورونا فيروس المعروفة منذ عشرات السنين، ولكن هو فيروس متجدد غير مشابه للفيروسات الأخرى بطرق الانتقال وبطرق تأثيره في الخلايا، ولذلك كانت هناك صعوبة في الوصول إلى علاج لهذا الدواء. ما نتحدث عنه عن التصنيع في المخابر هذا ليس له قاعدة علمية وثيقة للدراسات. تناقشنا كثيرا في اللجنة العلمية في باريس، لم نصل إلى أي معلومات تشير بأن هذا الفيروس يمكن أن يكون مصنعا أو بيولوجيا أو
احد قد تدخل في تطوره حتى الان. لذلك انا برايي ان يوقف كل النقاش في هذا الموضوع، ما نسميه بالمؤامره او بحرب بيولوجيه او فيروس المصنع، ليس هو من صالح اي من كان من جهه الشرق او من الغرب او من الشمال او من الجنوب. هذا الفيروس هو موجود حاليا، نحن نتعايش معه ونعمل من اجل ونناضل من اجل توقف انتشاره وايجاد الدواء واللقاح من اجله. شكرا لك دكتور. الدكتور عبد المنعم حميد استشاري أمراض الرئة والعناية المركزة كنت معنا من باريس، وأيضا الشكر موصول للدكتور فارس البكري استشاري الأمراض المعدية والفيروسات كنت معنا من عمان.